السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله لن يغفر لي أن أزود درجة الحرارة داخل المبنى 17 درجة مئوية. دي كلمة للمهندس حسن فتحي بيتكلم فيها عن دور المعماري، إن المعماري لو صمم غلط. على سبيل المثال هو كان بيتكلم على إن إحنا نخلي الواجهات بتاعة المبنى زجاجية في حين إن بلادنا حر، فده بيؤدي لزيادة درجة الحرارة داخل المبنى. اضطر إن أنت تجيب تكييفات فالسلاك الكهربائي يزيد، فالاحمال تزيد، فيضطر ان هو الكهرباء تقطع. فمشاكل كتير جدا بسبب التصميم المبدئي خطأ. طيب دلوقتي الاعلامي المصري اسامه منير بيتكلم عن مشاكل واجهته في مطار القاهره الدولي. تقريبا ما يقارب من 2000 كومنت، ال 2000 كومنت بيقولوا متفقين معاك، شايفين فعلا ان في مشكله كبيره جدا في المبنى. زي ما احنا شايفين ان تصميم المبنى لو خطأ بيؤدي ان الناس كلها معماريين مش معماريين ملهوش في الهندسه بيعانوا ويتعذبوا. لو انت صممت او عملت رسمه، رسمت رسمه والرسمه دي وحشه ممكن حد ما يشوفهاش. لو انت في لوح كتيره ولا تسمع عنها ولا شفناها ولا خالص، مش هروح المتحف دوت لو انا ما بحبش الفن السريالي او اي فن، يعني مع احترامنا الفن السريالي. لو حد مثلا عمل شعر وحش مش هسمعه، بسمعش انا الضربات والحاجات في اللون ديت، فممكن ما اتجنبها. انما المباني اتجنبها ازاي؟ الشوارع لو صممت خطأ، يعني تصميم معين ممكن يخلي الناس تتعذب وممكن الناس تبقى متضايقة. يعني ممكن انت مثلا في الشغل، احنا بنقضي تقريبا قول مثلا 10 ساعات في الشغل، وفي البيت بنقضي بقية اليوم مجرد بس المواصلات اللي في النص. انما عموما في تقريبا 90% من وقتنا بيبقى في قلب المباني، فلو المباني مصممة غلط ممكن تسبب لنا امراض. الكلام ده من الاف السنين المعماريين بيقولوا ان في مباني اسمها المباني المريضة، ان انت مجرد ان انت اتواجدت في المبنى ده دخلته ممكن تمرض، مفيش تهوية كويسة، مفيش انارة كويسة، فانت قاعد عمال تتعذب، انت قاعد بتتنفس غلط. ممكن يكون في مشكله في التكييف مثلا، ان هو مصمم غلط اصلا فده يعمل مشكله. فهو يعني الاعلام المصري اسامه منير اتكلم عن مشاكل كتير جدا. طبعا اسامه منير اهم، يعني عجبني الفيديو ان مفيش حد هيهتم له اخوان، تمام. الراجل يعني حسب ما نسمع ان هو بيتكلم في مشاكل عاطفيه ومشاكل كذا ومشاكل كذا، فمحدش يهتم ان هو بيعدل البلد. بالعكس هو راجل قلبه على البلد ونفسه ان البلد تكون افضل زينا كلنا. فهو بيتكلم عن ازمه، فهو بيقول لك ايه، بيوجه رساله للمعماري اللي صمم المطار. اللي صمم تيرمينال 2 في مطار القاهره الدولي، حضرتك وانت بتصمم المطار وربنا مدي لك واسع وارض بالهبل وصحرا حواليك يمين وشمال، عبك بتعمل الصالتين قدام بعض؟ وحابك تعمل الباركينج اريا بعيد قوي، ولا انت ما فكرتش في الباركينج اريا؟ الناس اللي هتيجي توصل حد، ولا الناس اللي هتيجي تستقبل حد وتاخده بشنطه هتروح بيه فين؟ شيء عجيب جدا، والمطار تصميمه غريب جدا، تحس ان هو قافل على بعضه، ناقصه شويه محلات ودكاكين في النص ويبقى شارع زي الشانزليزيه. فهو بيتكلم ان التصميم نفسه ان تخلي الاماكن اللي هي الزحمه كلها في مكان واحد ده شيء سيء. كأن مثلا ايه، في كوبري مثلا في مصر الطلعات بتاعته كلها في نقطه واحده، تمام. انا مفترض ده افتراض وهمي مش حقيقي يعني، فده بعمل ان في زحمه كتيره جدا في الكوبري بسبب انما كان ممكن يبقى في بينهم مسافه، في بينهم كذا، فتخفف الزحمه من على الكوبري. انما المدخلين قدام بعض ومفيش، والباركنج بعيد، ومفيش مكان ان استقبل الناس. في نقطة برضو يعني ما يتحملهاش المعماري، اللي هو ان الصالة بتاعت استقبال الناس ممكن هي صغيرة بس ممكن الناس تدخل، بدل ما ممنوع ان انت تدخل. ممنوع ليه؟ انا جاي استقبل حد جاي من المطار. لكن هو يعني يقول لك ايه، لا عشان ما يحصلش مشاكل امنية وحاجات زي كده، فدي ما يتحملش من مكان المعماري. لكن كان المفروض ان هو في غلطات معمارية كتيرة في المطار. الغلطات دي مش مجرد بس الاستشاري بيوافق عليها، او اللي بيتحملها بعد كده كل حد بيزور المكان. كل حد بيزور المكان، احنا مش بنتكلم على
المطار وعلى الاعلام الصهيوني، احنا بنتكلم على تاثير العماره على حياه الناس، ان لو تم التصميم بشكل خاطئ ده ممكن يؤدي الى انتشار الجريمه، انتشار الفوضى، انتشار كذا. لان زي ما كيرشر كان بيقول، نحن نصمم مبانينا وهي تصممنا، او نحن نشكل مدننا ولكن مدننا تشكلنا، نحن نشكل المباني والمباني تعيد تشكيلنا. فالموضوع خطير، مش موضوع خاص بالمعماريين بس او الانشائيين بس، لا ده اي حد هيعيش في المكان هيتاثر بيه. يعني لو حد صمم مثلا، هديك مثال بسيط، لو حد صمم المبنى وفي الفلاحين وخلى جزء بتاع المواشي عزكم الله او الانعام في نفس البيت، ده هيؤدي لانتشار الامراض. يعني لو هو ما فصلش بينهم وقال لك لا ده هم متعودين على كده، ده بيؤدي لانتشار الامراض. انما لو خلى ده في مكان وده في مكان، فهتلاقي الصحه بقت افضل. لو صمم اماكن مثلا التخلص من الخلفات بشكل اسرع، برضه هتؤدي الحاسة الصحية بقت أفضل. وممنوع إن أنت تستنى حد، تلاقي الأمن بيقول لك لا عدي الناحية التانية، في تند الناحية التانية. طب أنا التند مش شايف حد، يعني الراجل ممكن ينزل ومعهوش تليفون يتصل. مريت بالحاجات دي كتير، سواء بستقبل حد أو أنا اللي مسافر، فما بتبقاش شايف حد، فبتبقى موضوع مربك. ومفيش مكان العربيات تقدر إن أنت تركن قريب، لا تركن بعيد. طب أقدر اللي جاي ده مثلا صحيا مش قادر يمشي، بيعاني في المشي. فالموضوع فعلا تصميم سيء اثر الناس كلها. هو طبعا في الفيديو اتكلم عن نقط كتيره جدا، رغم ان الفيديو قصير مقارنه من 3 دقائق. لوكو تاندا، طب انا هشوف الناس منين والعربيات والاتوبيسات بتركن قدام الصاله؟ ايه البهدله دي وايه الاهانه دي اللي بنتهانها واحنا واقفين عشان نستقبل الناس في المطار؟ ما الصاله معموله، ما نخش نقف جوه الصاله زي كل مطارات العالم. كل مطارات العالم تخرج تلاقي الناس واقفة رافعة اليوفط جوه الصالة جوه في التكييف مستنية الناس، مش واقفة في الشارع. فنتمنى ان يبقى في اي مكان لازم تحصل فيه مشاكل، اي دولة بيحصل فيها مشاكل، لكن فرق بين خلاص عادي عادي او بتبدأ بقى بعد كده الدولة اول ما تحصل المشكلة تبدأ تجيب ناس متخصصين حلوا لنا المشكلة دي. المشكلة دي متكررش تاني، تمام؟ يعني وارد جدا لما المطره تحصل مثلا، مثال دي حاجه شفتها وكنت شغال في حاجه زي كده، ان المطره تنزل بشكل بشع جوه المبنى، كان مثلا تقفيل مش كويس وبتاع. في ناس تقول لك عادي وتعديها، وفي ناس تقول لك لا هنجيب خبراء يسدوا المشاكل. احنا بقى عايزين خبراء يسدوا المشاكل دي، بحيث ان اللي يجي المطار بتاع مصر نبقى فخورين بيه وبالمطار قدام الراجل السائح ونوريه عظمة البلد بتاعتنا والتصميم كويس والطرق والحاجات دي كلها. يعني احنا عندنا امكانيات كويسة، لكن محتاجين ان احنا نحسن استخدامها. يعني بجهد بسيط جدا، احنا مش محتاجين نعمل حضارة، محتاجين ان احنا نعمل افضل من اجدادنا ونستفاد من الخبرات بتاعتهم، من الحاجات اللي سووها لنا والجمال اللي موجود في مصر، سواء جمال اثار دينية، اثار سياحية، اثار قديمة. عندنا حاجات من الرومان والاغريق والفرس والفراعنة وكل حاجة، حاجات جميلة جدا. فمحتاجين بس ان احنا ايه، اللي يجي المطار يبقى مستمتع بتجربة المطار، اول ما يجي يلاقي الصديق المصري مستنيه وبسهولة جدا يركب، ما يضطرش ان هو يعني اول ما ينزل بلدنا يقعد يعاني نص ساعة. فمش عايزين الكلام دوت، فعايزين ان احنا يعني ندي تجربة جميلة جدا لأي حد يزور مصر ويستمتع، وينصح بقية الأصدقاء إن هو يجي بلدنا، ونهتم بموضوع السياحة، ونهتم بكل المباني. أي حد صمم مبنى يقف كده ثواني ويفتكر إن المبنى دوت هيأثر على حياة ناس كتيرة،